منزل يميسي شايلون في لاغوس يخفي الكثير من المفاجآت. إضافة إلى مجموعته الفنية الخاصة، يملك يميسي في حديقته أيضاً مجموعة من الحيوانات النادرة، وخاصة الحلزونات. إلا أن هذه الحلزونات الضخمة لا تربى هنا من أجل الزينة كغيرها، بل كي تطبخ وتؤكل فيما بعد. الحلزونات تعتبر من اللحوم البيضاء، وهي لذيذة الطعم، وليست لذيذة فقط بل مفيدة صحيا بعكس اللحوم الحمراء. الأطباء ينصحون عادة بتناولها. يضيف يميسي الحلزونات إلى مائدته كل يوم، لكن هذا النوع من اللحوم بات يقدم في مطاعم لاغوس ويلاقي رواجا كبيرا. إنه طري وطري جدا، تماما مثل لحم البقر عندما يذوب في الفم. هذا ما أشعر به، إنه جيد جدا. تقدم الحلزونات في جنوب وغرب نيجيريا، لكن أسعارها لا تناسب كل الميزانيات. هناك سوق خاص لهذه الحلزونات في المنطقة الغربية من نيجيريا. نشتري 12 قطعة من هناك ب2400 نايرة. 2400 نايرة تساوي 16 دولارا، لكن ينبغي الحذر من المطاعم التي تقدم وجبات الحلزونات الرخيصة الثمن، فهذه الرخويات إن لم تحضر بشكل جيد تتحول إلى طعام سام.